السلام عليكم. احنا كنا مريحين هنا في مع سي 12 خارج تقدم كبي لي السيد جي باريزيان وجي بقرات المناضه وجي يطلع للدار. سيدنا حاله ديالو قال لنا السلام عليكم. قال عليكم السلام سيد كي تلوط واحد شويه وما يجي شي يعاون الشرطه يعاون غادي كيسقسي على هذه الكنيه ديال هذا السيد ياك ما كاين بال انه دير واحد السيد راه واقع واقع وما واحد شويه جاهم يدوه ما يخرجوا على برا دو على كانوا حاطين لابيلانس على برا في الشارع حدا مدرسه حاتيم خرجوه تما دوه. المهم واحد شويه ما يجوا تما الزوفريه كاينين في هذيك الدار ساكن مخلوعين وكاين الزوفريه اللي بغيت نشوف انا هما كاينين هنا وما عندهم ما ياكلوا شكون غادي يجيب لهم هذه الماكله؟ اه قال لهم ما تخرجوش يعني تقريبا كاينين خمسه ولا سته المهم ولكن هما غيبقاو في الدار ولكن شكون اللي غادي يعطيهم ما ياكلوا دابا الا بقاو هنا محبوسين وما ما عندهمش خدامين في الحوانت هنا مساكن وانا والله الا قبيله كنصايم وكنتفكر فيهم ونقول دابا هاد الناس بقاو هنا شكون غادي يعطيهم ما ياكلوا وما كنقول لهم غتبقاو هنا سادين عليكم ولا بغيتوا شي حاجه لوحوا الفلوس يجيبوا لكم شي واحد ديرهم بلاستيك ولوحهم انا ما فهمتش زعما كيفاش غادي يلوحوا فلوس ومنين جاهم هما راه ما عندهم والو مساكنتهم راه الله غالب هادي منطقه حي السماره كيتسمى كندير الكلوطي ولا دابا حي السماره الزنقه 33 هادي فين كاينين هما مساكن ودابا دوك الدراري هما كاينين تما العلم الله واش ياكلوا ما ياكلوش العلم عند الله خاص اللي يشوف بحالهم وكنشكركم اخويا على هذا التدخل